حسام طبعا بنرحب فيك النهارده. حلقه بالنسبه لي انا على الاقل مميزه جدا. انا وسهلا بحضرتك. بتكلم مع اقدم من اقدم محلات الكباب في المحله كلها. اكيد طبعا. فعايزين نتكلم عن تاريخ المكان. الحاج فاروق طبعا بدا من سنين طبعا. اتكلمنا كده عن تاريخ نوفل في الكباب والزباين والشغل الجامد اللي بتعمله. هو الحاج الله يرحمه متوفي الاول بقاله سنتين. هو كان شغال بقاله 55 سنة. اول ما ابتدى فتح محل صغير خالص. يعني هو اشتغل الاول طبعا عند الناس وبعد كده فتح محل لوحده. محل صغير شرب الصنعة الاول صح؟ شرب الصنعة صح من واحد وبعد كده فتح محل صغير لوحده. واكتر حاجة طبعا اتشهرنا بيها المشويات. يعني اتميزنا جدا جدا بالمشويات وجالنا ناس من جميع البلاد طبعا اللي جنبنا والقاهرة واسكندرية وبلاد كتير. جات لنا ناس من بره ومن السعودية. واكتر حاجة اتشهرنا بيها قوي الكفتة. يعني كفتتنا كان ليها سر كده خلطة لوحده معين كان بتطلع طعمها بصراحة خرافة. يعني طبعا حضرتك هتدوق الاكل وهتشوف الطعم هيبقى عامل ازاي مع حضرتك. على السمعه برضه فانت بتتكلم إيه. فاسم مش قليل يعني. فالحاج طبعا بدا يطور من نفسه فتح محل اكبر. بعد كده فتح محل اكبر تاني وبدا ما شاء الله يعني المكان يتشهر وسمعته تكبر والزباين تزيد الحمد لله. فضل شغال على الوضع دوت. فاحنا حبينا ان احنا نطور ففتحنا المكان ده طبعا بعد وفاة الحاج. ودخلنا فيه اكلات جديده طبعا زي ما احنا برضو بنتميز في المشويات جدا ودي اكتر حاجه احنا يعني مشهورين بيها في التميز فيها بالذات برضو في قطعه الكفته بتاعنا. يعني ممكن ما تلاقيهاش موجوده عند حد لان الكفته بتاعنا ضاني. يعني اللي بياكل الضاني هو يعرف ان الكفته دي ضاني بالظبط. يميز طبعا الكفته طبعا. ولحمتنا اصلا كلها ضاني 100% ما بيخشش اي نوع من انواع البقري غير في الطواجن. مثلا لو هنشتغل في طواجن الباميه الخضار الحاجات دي طبعا برضو متميزين بالكبسات السعودي. الكبسه السعودي عندنا متميزه. انتوا عيله ومعظمكم يعني كان في بلاد تانية اللي سافر في الخليج. أيوة. فتره واللي في الشام فتره فانتوا مظبوط كتله ثقافات اكل. هو اولا احنا هنا يعني كل اللي شغالين معانا الستاف بتاعنا كله كلنا اسره واحده. مفيش حد فينا غريب. يعني كلنا عيله. يعني كلنا قرايب في بعض. ده مقصود ايه قصدين ده مقصود عشان ما حدش يعرف السر بتاعنا ويطلع اي كلام بره او كده. واحنا سافرنا بره طبعا يعني جبنا بهارات من بره. البهارات دي مش هتلاقي حد شغال بيها في مصر كلها. صعب ان هي اصلا تيجي لان هي المصنع بيعملها مخصوص يعني لينا بنسبه معينه. البهارات بتخلط بنسبه معينه للمطعم عندنا. يعني انت من بره مصر سافرت جبت بهارات بعينها. ايوه واحنا اللي مدينه النسب. احنا اللي مدينه المصنع النسب نسب البهارات. احنا اللي مخترعين النسب. فصعب ان حد يجيبها. انا يمكن لسه كنت بدردش مع ابو فهد فكان بيقول لي انا اتحدى اي مطعم على مليون صح. جنيه انه يوصل للتتبيله بتاعنا. مفيش حد هيوصل للتتبيله بتاعنا ولا حد هيعرف يجيب زيها. يعني انت معاك تحدي المليون جنيه ده؟ معاك تحدي المليون جنيه طبعا. وش كده؟ اكيد طبعا. انا لو انا جبت السر هاخد مليون جنيه اكيد. يعني هات السر وخد المليون. تمام. وعد. فصعب طبعا ان حد يجيبها. يعني احنا اللي عارفين بس النسب بتاعها. مفيش حد تاني عارف النسب بتاع البهارات دي نهائي. نتكلم عن مصدر اللحوم اللي انتوا بتجيبوا منه شغلكم ومصدر الخضار. دي اهم حاجه برضو بتشغل الناس طبعا. تضاني مع بص حضرتك احنا بنتعامل مع جزار. مش عندنا مزارع ولا عندنا اي حاجه. كنا الاول عندنا المزارع بتاعنا والغنم بتاعنا. فجه الحاج الله يرحمه تعب وكده فما كانش فيه طاقه ان هو ايه يتحمل طبعا. واحنا كنا لسه صغيرين فاحنا بنتعامل مع جزار. الحاج كان بيتعامل معاه من 40 سنه ولحد الان لسه بنتعامل معاه. طبعا العلف بتاعه مش اي حد بيعلفه. علفه كويس جدا. عنده اهتمام الشغل بتاعك. ايوه لا انا بشرف لا وهو انا برضو بشرف على العلف بتاعه. بشوفه بيعلف ايه. بشوف ان عنده اهتمام. بشوف ان عنده دكاتره بتيجي تشرف على الحاجه. بتشوف الغنم بتاعه كويسه ولا لا. في حاجه تعبانه دايما باستمرار. في نظافه. يعني جودته بصراحه في اللحوم كويسه جدا جدا جدا. وده انا ما اقدرش ان انا طبعا ان انا اسيب الجزار ده. يعني حتى برضو لو احنا ان شاء الله فتحنا يعني بقى عندنا مزرعه وكده ما ينفعش برضو. لازم برضو اكيد لان ده كفايه ان هو من ايام الحج. فما اقدرش ان انا اسيبه طبعا. الخضار كمان بيبقى انا ملاحظ انه طازه طول الوقت ما شاء الله. يعني هو حاجاتنا دايما بص حضرتك منوره ما شاء الله. هو حاجاتنا دايما كلها فريش. حتى الدبيح يومي. يومي يعني الدبيح عندنا يومي. مش ان انا بايت حاجه في الثلاجات والكلام ده.
الخضار بيجي كل يوم يومي بتاع النهارده مثلا لو جه وباقي في حاجه ما ينفعش ان انا اشغله تاني يوم لازم اجيب حاجات فريش. وطبعا بتنقى بالواحده يعني طماطمايه تنقيها بالواحده، الخيار كذلك، اي خضار عندي لازم يتنقى ولازم يكون نظيف جدا. انتوا عندكم بقى فكره المنسف الاردني انتوا بتعملوه زي ما بيقول الكتاب بالظبط السعودي بالظبط. عايزين نتكلم عن الجزئيه دي كمان تحديدا ومفيش حد في المحله هنا بيعمل ده اصلا يعني والله هو المحله حابب يطور لان هو يقدم اطباق عربيه حتى لو في بس الاطباق العربيه عندنا لان يعني الشيف بتاعنا هو يعني طول حياته كلها كان في السعوديه الامارات يعني هو حياته كلها سفر خبر اولا 35 سنه الشيف اللي معانا شيف قوي جدا في المنسف والكبسه السعودي والبرياني والحاجات دي. المنسف طبعا عندنا متميز جدا لان طبعا بيجي له الجميد بتاعه من الاردن وده مش متاح هنا خالص في مصر. الجميد ده زي اللبن كده بس هو حاجه عامله زي الحجر يعني شكله كده شكل الحجر لبن زي المجمد كده بس هو حجر يعني بيبقى لونه غامق شويه. ده اللي بيتعمل بيه الشوربه اللي بتسوي فيها اللحمه بتاعي المنسف فطبعا ده بيديها مذاق طبعا يعني انتوا بتجيبوا الحاجه من بلدها أيوة. على ابوها لازم فاحنا طبعا عندنا ده يخلي التكلفه عندكم اكبر يعني مثلا انا لما اجيب الحاجه مش مشكله التكلفه بس اهم حاجه جوده الشيء يعني بس التكلفه اسعار منافسه يعني انا بقول لك بتنافس اسعارنا طبعا منافسه للسوق طبعا يعني انا بسمع اسعار طبعا وبشوف اسعار خياليه فانا لازم اكون مثلا يعني بخاطب جميع الشعب المتوسط والغني والفقير وكله ما ينفعش ان انا خاطب الفئه العاليه بس ما ينفعش ان انا خاطب يعني انت برغم ان الخامات من ده بتيجي من بره والتوابل وكل ده بس انت اسعارك مظبوط طبعا في تناول الناس وتنافس كمان ناس ثانيه ممكن تغلي وما تقدرش الكواليتي بتاعك مظبوط. اهم حاجه ده انا ما قللتش الجوده بتاعي نهائي لازم الجوده بتاعتي تفضل عاليه تمام. كل حاجه ان شاء الله الحمد لله متميزين فيها بس اكتر حاجه طبعا نسبه 100% المشويات طبعا لا على عليا ايوه أساسي. يعني نوفل اسم طبعا ده له تاريخ طبعا تاريخ والدي الله يرحمه الحاج فاروق نوفل مشهور طبعا في البلد كلها مفيش حد ما يعرفوش طبعا الله يرحمه كان محبوب من الناس كلها كان اكله معروف طبعا بجودته جميع الناس عارفه ان هو شغله ضاني. كان مثلا الزبون يخش عنده زمان هو طبعا كان معلق اللحمه كلها يعني اللحمه كلها كانت بتعلق انت مثلا كزبون داخل مثلا تخش تقول له مثلا عايزك تقطع لي من دي وتعملها يوم جاي جايبها مثلا قطعها وعاملها قدامك ده كان شغله كله زمان حلو. كان بيشتغل على كده دايما تعمل انت ده اوقات انا اعمل ده طبعا انا عندي كمان جزاره خارجيه ان انت مثلا لو حبيت يعني انا بجيب مثلا اللحمه اللي بتبقى جايه جديده بتندبح هنا بتعلق يعني بعلقها مثلا حضرتك حابب تخش تشتري لحمه بديك اللحمه اللي انت عاوزها تقول لي انا عايز ديت سويها لي بسعر السوق ولا بسعر السوق طبعا بسعر السوق ما برفعش اي سعر تاني. حلو والله شكرا جدا يا حسام ونورتنا لا نورت حضرتك والله حبيبي يا باشا تسلم الله يخليك.